أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في يوم جديد مع الرب. نشكر الرب لأنه باركنا بالأمس في أول أيام النهضة، واثقين اللي باركنا بالأمس هو لم يتغير، عنده الكثير وأيضا يباركنا اليوم. طبعا بشكر قناة الكرمة على مساعدتها في نقل هذا البث، وبنصلي لأجلها كتير، وبصفة خاصة الأخ الفاضل مؤسس القناة الأخ صموئيل استفانوس وكل العاملين. أيضا بشكر الفريق العامل معانا هنا بقيادة المخرج الرائع ساهر سعيد وكل من يعاونه. بشكركم أحبائي كنيسة المعمدانية الكتابية بالبطاش، واثقين أن الرب عنده الكثير والكثير النهاردة، بس ليكن لدينا الثقة الكاملة أن الرب عنده الكثير، وعلى قد إيماننا وطلبتنا من الرب أن يباركنا على قد ما الرب يعطينا بهذه البركة. وخلي عندنا إيمان كثير وكبير، زي ما كلمنا الرب امبارح أن إيمان المرأة النازفة أخذت أكثر مما تطلب أو تفتكر. خلي ده فكرنا النهاردة. هكون معنا في الخدمة النهاردة الفاضل جناب القسيس رضا عدلي، وهو قامة رائعة في مصر في الخدمة، وإحنا نثق أن الرب من خلاله يكلمنا. لكن دلوقتي مع الترانيم بنرحب بيكم وأهلا بيكم، تفضلوا. مساء الخير يا أحبة، ومساء الخير وصباح الخير لكل الأحباء اللي بيشوفونا، لأن في كل مكان في العالم دلوقتي صباح أو مساء. المهم صباح أو مساء، فأهم حاجة أقوله الصديق خير. امبارح الرب باركنا جدا جدا جدا. كم حد عنده إيمان النهاردة هيكون أعظم من امبارح؟ كم حد عنده هذا الإيمان؟ طب يلا مع بعض نقف كلنا وإحنا بنصلي الكلمات دي. يا رب في أول اجتماعنا يلا مع بعض نقف كلنا وإحنا بنصلي الكلمات دي. لذذني بحبك الغني يا رب، علمني أنتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدرب، فليس لي سواك أنت يا سندي، وروحك يقودني وكلامك يا سراجي. يا رب نصلي في أول الليل يا رب، ونقول له كل حد فينا لذذني يا رب بحبك الغني، وقودني لنورك الثاني، فحبك أعظم طوق للنجاة، نبع رجايا في الصلاة، كل أمالي علمني أنتظرك يا رب، أنتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدم، رؤيتك للدم، فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني وكلامك سراجي، فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني وكلامك سراجي. كل أمالي
تأثر فيا كل اتجاهات وميول أرضية. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبي شخصك وانت ظهر فيا. خبيني شخصك وانت القعدة معاك، والقعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني شخصك وانت ظهر. خبيني خبيني شخصك وانت ظهر. طلبي الوحيد انك تزيد واكون في حضورك كل الحياة. برتاح معاك شوقي لقاك، مشتاق قلبي فيك مرة تاني. في حياتي نور في صلاتي، أمين. خبيني شخصك وانت ظهر فيا. خبيني شخصك وانت أمين. كل القشور تتبدل نور في رضاك سرور، وانا طلبي سرور، وانا طلب الضال متعلق بيك والغالي ليك عند رجليك مغمور هناك. والقعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني بشخصك وانت ظهر فيا. خبيني بشخصك وانت ظهر فيا. هللويا، امين امين. واحنا قاعدين نكمل، كم حد مستني الرب يا اخوات؟ يلا ورا والشباب اللي ورا، ما عندناش غيره. ها، ترنيمة حلوة قديمة بتقول انا مستنيك رب الارباب، انا مستنيك تفتح لي الباب، انا مستنيك ورجايا فيك، انا مستنيك يا الهي لوحدك، انا مستنيك توفي لي وعدك، انا مستنيك يا رب، انا مستنيك كل رجايا، انا مستنيك ورجايا فيك. أنا مستني
يا مستنيك ورجاء فيك انا مستنيك ورجاء فيك انا مستنيك ورجاء فيك انا مستنيك ورجاء فيك انا مستنيك بيض خيرك انا مستنيك مش عايز غيرك انا مستنيك يا فايد بخيرك انا مستنيك مش عايز غيرك انا مستنيك ورجايا فيك انا مستنيك ورجايا فيك انا مستنيك مستنيك تملاني بروحك انا مستنيك كرامه لجروحك انا مستنيك تملاني بروحك انا مستنيك ورجاء فيك يسوع انا مستنيك ورجاء مستنيك رب الأرباب أنا مستنيك تفتح لي الباب أنا مستنيك رب الأرباب أنا مستنيك تفتح لي الباب أنا مستنيك ورجاء فيك مستنيك ورجايا فيك أنا مستنيك أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك نعم يا رب الليلة يا رب شغل يمينك عايزك انت يا صاحي بالقوات تشغل يمينك تعمل معجزة احكي له على ظروفك انت عارف ظروفي قبل انا ماشي هيقدر عليها هتقدر عليها أنا عايزك أنت أنا عايزك أنت
مستني الليلة وانت صاحب القوة والسلطان في ايدي. انا عايزك انت، انا عايزك انت يا صاحب القوة، تشغل يا رب الليلة تشغل يمينك، يمينك تعمل معجزة. انت من السماء، انت من السماء في ايام الجوع، وانت ماء الصخرة في العطش يا يسوع. انت من السماء، انت من السماء في ايام الجوع، وانت نبع الصخرة في العطش يا يسوع. انا عايزك انت، انا عايزك انت صاحب القوة، تشغل يمينك تعمل معجزة. هاللويا. كم حد عنده إيمان إن ولاد الرب بيصنع ويصنع معجزة ومعجزات خاصة به هو؟ كم حد عنده هذا الإيمان إنه إحنا في محضره وإحنا بنسبح الرب من خلال الكلمة والتسبيح، الرب النهاردة يصنع معجزات. نفس مع بعض نقوم، احنا لينا نص ساعة واكتر كمان قاعدين، ودي حاجة مش كويسة طبعا عشانكم. ها يا اللي بترفع عبدك بايدك المليانة النهاردة، ايده مليانة احسان النهاردة، ها وجود ومراحم وتعزيات ولمسات. يا اللي بترفع عبدك بايدك من احسان، يا اللي بتقدم خطواته وتحميه من الشيطان. كم حد النهاردة يقول له انا جاي لك يا رب، جاي لك رب النهاردة وأنا بطرح نفسي يا سنيد. يا اللي بترفع عبدك بيد المليانة أحسان، يا اللي بتتقدم خطواته وتحميم الشيطان، أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي يا سنيد التعبان. صلوا معنا مرة تانية. يا اللي بترفع عبدك بيدك المل أحسان، يا
يلي بتتقدم خطواته وتحمي من الشيطان. احمينا يا سيد، انا جاي لك وانا بطرح نفسي يا سنيد التعبان يا حبيب قلبي. كل القلب بجي لك يا غني في النعمة، ده مفيش تاني مثيلة يا حبيب قلبي. كل القلب بجي لك يا غني في النعمة، يا اللي بترفع يا اللي بترفع عبدك بيدك المليانة احسان، يا اللي بتتقدم خطواته وتحمي من الشيطان. انا جاي لك وانا بطرح نفسي يا سنيد. مره تانية، اللي بترفع عبدك بيدك المليانة احسان، يا اللي بتتقدم خطواته وتحمي من الشيطان. يا غني في النعمة، مفيش تاني مثيلة يا حبيب قلبي يسوع. كل القلب بجيلة يا غني في النعمة. اعلنوا معانا، انت الأعظم وانت الأكبر مهما تكون أحداث، كلمتك انت السد الباقية قدام قول الناس، واللي هيحصل بكرة وبعد ما شئتك فوق الراس. نعلن مرة تانية، انت الأعظم وانت الأكبر مهما تكون أحداث، كلمتك انت الثابتة وباقية قدام قول، واللي هيحصل بكرة وبعد ما شئتك فوق الراس. يا حبيب قلبي يا غني في النعمة، ما فيش تاني مثيل أبدا، ما فيش يا حبيب قلبي يسوع. كل القلب بجيلة يا غني في النعمة، ما فيش تاني مثيل. اللي فضلك واللي بسد ده ما يتخافش أبدا، بيبقى وحتى تنوسه بنفسك هتعدي، هتصنع في حياته عجائب. اطمن قول معايا، اللي في ظلك واللي في صدرك ده ما يتخافش عليك، غير لو حتى تنقصود بنفسك هتعدي، وهتصنع في حياته عجائب وايدك بتعلي. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلة يا غني في النعمة، مفيش تاني أبدا. يا حبيب قلبي يسوع بكل القلب بجيلك يا غني في النعمة. نعلن مرة تانية، انت الأعظم وانت الأقوى مهما تكون أحداث، كلمتك انت الثابتة وباقية قدام قول الناس، ولا يحصل بكرة وبعد شدتك فوق. انت الأعظم، انت الأعظم وانت الأكبر مهما تكون أحداث، كلمتك انت الثابتة الباقية قدام قول الناس، ولا هيحصل بكرة وبعد ما شدتك فوق الراس. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يسوع، كل القلب بجيلة يا غني في النعمة. اللي في ظلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليك، بيرقى وحتى تنقصود بنفسك هتعدي، وهتصنع في حياته عجائب وايدك بتعلي. اللي في ظلك واللي في سترك ده ما يبقى عليك، أو حتى تنوسه بنفسك هتعدي، وهتصنع في حياته عجايب وإيدك بتعلي. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلة يا غني في النعمة، مفيش تاني مثيلة. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلة يا غني في النعمة، ما
مفيش تاني مثيل. هل جلست بهدوء ونظرت لعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء؟ هل جلست في هدوء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء؟ النهاردة البشارة اللي ليك وليا وليكي هو إنه يزيح الجبال ينادي، مازال يسوع بينادي تعالى النهاردة، تعالى التعبان. الوحيد اللي قال، تعالوا إلي، يلا قولوا معايا ها، يا جميع والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يلا مع بعض نقول ترنيمة دي أو نسمعها مع بعض وإحنا بنصليها قبل ما نكون نستمع إلى الكلمة وقبلها نكون بنصلي. جلست بهدوء ونظرت للعلى وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحاً عن صليبي بصلاة ودعاء، صافحاً عن صليبي بصلاة ودعاء، يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير، يشيع السلام دمع السكيبة من عيون البسطاء نازعا حزن الحزانة زارعا فيهم عذاب غافرا كل الخطايا شافيا من فيه كل البلاء دافعا عنك الشقاء دافعا عن كل البلايا دافعا عنك الشقاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى طريق. هل تذوقت سلام؟ اسأل نفسك. ونعمت بالفداء من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء راضياً ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نوراً مانحاً له الضياء جاء للإنسان نوراً له الضياء يزيح الجبال يشيع السلام ينير الظلام
سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء. آخر عدد راضي ينضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير فيبصر حتى رب يباركك أخ زكريا سارة بارك حياتكم ترنيمات رجعتونا أيام البركة الأولى بهذه الترنيم الرائعة الحقيقة وأنا قاعد بفكر وليه إحنا بنعمل حاجة اسمها نهضة كرازية أو نهضة روحية في أسباب كتير طبعا من ضمن هذه الأسباب أن هناك الآن حب نلفت النظر أن هناك الآن ينادي بالبشارة يا إما من غير يسوع أو يجيب حد مع يسوع وده ما ينفعش في هذه الأيام إن كان كسرت هذا التعليم نريد أن نلفت النظر أن ما فيش نجاح لأي كرازة أو لعمل روحي إلا بالبشارة بمين؟ بيسوع هو وحده بس شيء تاني احنا مسؤولين كلنا قدام ربنا انا اعرف معظمكم الاقي فيه حد جه زوجته ما جاتش وعنده اولاد كتير او الزوجه جاتش والزوج ما جاش او يعني نلاقي فيه تكاسل وتراخي في العمل الروحي وبدانا نلاقي بدائل عن الكنيسه ودي مشكله في هذه الايام دورنا احنا اذا كنا عبر الشاشات او هنا في الكنيسه لابد أن نكون أمناء في توصيل الرسالة ده اللي حصل في ناس كتير عندها شوق أنها تسمع عن يسوع أو تعرف يسوع وهذا لسان حال الخاص الحبش وهو بيقرأ في أشعياء 53 وفلبس يسأله يقول له أنت بتفهم وعارف اللي أنت بتقرأ قال له إزاي أنا مش عارف كيف أعرف ولم يقل لي ايه احد ما حدش يقول لي او ما حدش بيعرفني القرايه الرائعه انا ما بقراها يعني بقول وليه النهارده يعني كنايس كتير فضائيات 24 ساعه لكن للاسف في تراجع لان في بدائل اتحطت مكان يسوع وما حدش بيتكلم بصراحه عن يسوع صفة الرب يسوع زي ما تكلمنا امبارح وأكيد النهاردة الرب عنده الكثير ودي مسؤوليتنا كلنا أحبائي حتى الخس الحبشي ممكن يكون عنده الفكر اليهودي لكن قعد يسأل فيلبس هو الكلام ده بينطبق على النبي اللي كتبه أشعياء ولا عن حد تاني أنا عايز أقول 80% النهاردة بيسأله عن هذا الكلام هو بيخص يسوع ولا يخص حد تاني دورنا احنا ان احنا نتكلم عن مين فيش غيره هو مسؤوليتنا خلينا نبدا النهارده ناخد قرار قبل ما نستمع لكلمه الله يبقى جوانا قرار حاسم ان احنا نبدا من اسرنا وعائلاتنا وبيوتنا وجيراننا كل المحوطين بينا ونتاكد ان هناك سنبدا بنهضه روحيه حقيقيه لو ما بدأناش بكده احنا بنتراجع احبائي ياريت كل واحد عليه مسؤولية قدام الرب النفوس اللي بتضيع وبنسمع عنها كل يوم بتضيع دي مسؤوليتنا
والرب هيطلبهم مننا. مسؤوليه اللي بيسمعنا، مسؤوليه اللي خد حياه جديده، مسؤوليه اي شخص يعرف عن يسوع وما بيقدمش يسوع بالطريق الصحيح. محتاجين الى نرجع الى كلمه الله، الى كنائسنا، الى يسوع. ده اللي يهمني احب اتكلم فيه. لكن الحقيقه انا مش بوعظ، عندنا الرب ارسل لنا خادم ذات قيمه وقامه في الكلمه، من الافاضل اللي هم، يعني انا عايز اقول من القلائل المتمسكين بهذا الكتاب الذي بيعلن الحق الكتابي بكل امانه وينطبق عليه مفصلا الكلمه بايه؟ بالاستقامه. الحقيقه انا بعتز جدا وسعيد جدا انه معانا النهارده، واشكر ربنا من اجله، واشكر الرب اللي في حياته، وقد ايه انا بتبارك بكل كلمه بقولها. خلينا كلنا نصلي لاجله النهارده الرب يستخدمه. ويا ريت اخي مدحت تكون في صلاه قبل ما تفضل جناب القسيس رضا. تفضل جناب القسيس. يا ربنا المحبوب المبارك، من كل القلب احنا بنشكرك نباركك، نشكرك لانك جمعت من اماكن متفرقه يا رب، ولنا الاحتياج الى شخصك لانه الحاجه الى واحد. نشكرك من كل القلب لانك وضعت في قلوبنا الابديه يا رب. شكرا ليك من كل القلب. لم نجد الكلمات التي تليق بشخصك في هذا المساء، لكن شكرا وحمدا لله من كل القلب لانك فاتح ذراعيك لكل العالم. تقول تعالوا الي يا جميع المتعبين ويا ثقلي الاحمال وانا اريحكم. اذا بقيت راحه لشعب الله. يا رب نشكرك لانك انت عظيم وصالح يا رب، وضعت علينا المسؤوليه، ومن هو كفء لهذه المسؤوليه؟ لكن انا اقول يا رب بكل افتخار، اذا الضروره موضوعه علي، فويل لي ان كنت لا ابشر. يا رب لم انسى كلمات اخونا المحبوب يا رب الدكتور رضا الذي قال لا اريد قوه التاثير بل اريد قوه التغيير. النهارده يا رب أن تعمل في نفوسنا أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة. وأخيرا يا رب نحن نريد أن نرى يسوع وحده وإياه مصلوبا في المشهد. شكرا ليك من كل القلب من أجل ابنك الأسيس بطرس الذي وضعت عليه المسؤولية. فرجائي فيك يا رب أن تكمل في هذه الأيام الصعبة التي أوشكت على الانتهاء، وقريبا جدا سوف يأتي الآتي ولا يبطئ. افتح أذاننا وافتح قلوبنا وافتح عيوننا لسماع الكلمة لكي تأتي بالأثمار المطلوبة في اسم يسوع المسيح. أصلي وأشكرك لأنك سمعت واستجابت لك الكرامة وكل المجد. يا مساء الرضا. كمان في ناس أكيد هيشوفونا في أمريكا وأستراليا من خلال القناة الفضائية قناة الكارما، وأنا بشكر ربنا من أجل القناة ومن أجل القائمين عليها، وبصلي أن الرب يستثمر عمل نعمته في هذه القناة وفي غيرها عشان نوصل كلمة ربنا. أخونا اللي كان بيصلي قال عبارة، أنا بقالي شهور طويلة كل مكان بروح فيه بقول بغض النظر عن الخدمة اللي أنا هاخدها أو المكان اللي أنا هاخدم فيه أو الكنيسة اللي أنا بخدم فيها أو الجمعية اللي بخدم فيها، أنا بصلي من كل قلبي في هذه الأيام وأنا متابع للكنيسة من خلال 50 سنة. الشهر اللي قبل اللي فات أتممت 50 سنة في الخدمة، وبقول إن إحنا النهاردة أمام واحد من الأخطار، هو خطر عبادة التأثير دون التغيير. التأثير مطلوب ولا شك، لكن خوفي الكبير جدا هو أن المنبر سواء كان في الوعظ أو في الترنيم يتحول إلى شحن، ولما تشحن هتفضى. عشان كده أنا بطلب من وبصلي أن الرب يعطينا كلنا كمتكلمين وكمرنمين وكخدام وكقائمين على الاجتماعات، فكروا من فضلكم
كيف يمكن أن نتحرك من عبادة التأثير إلى عبادة التغيير؟ ده عايزة شغل كتير، وعايزة دراية، وعايزة دراسة، لأن سهل جدا نعمل دماغ لشعب الكنيسة، لكن الدماغ دي عشان تتغير دي قصة أخرى. وربنا ما جاش عشان يعمل تأثير، لكن جه عشان خاطر نتغير. تغيروا، نتغير إلى تلك الصورة عينيها، تغيروا عن شكلكم. ما قالش لا حسنوا ولا جملوا ولا كملوا ولا تأثروا. خوفي الكبير هو أن نكتفي بعبادة التأثير دون أن نبذل دراسة حقيقية جادة في كيف نحول العبادة من عبادة التأثير إلى عبادة التغيير. والنهاردة وانت قاعد النهاردة في المكان كده، اسأل نفسك، هل أنا عندي استعداد للتغيير؟ وقبل ما تهز راسك وتقول لي آه، قول لي بأمارة إيه؟ بقالك كم سنة في الإيمان؟ إيه اللي تغير؟ صلاتك، خدمتك، تكريسك، وقتك، بيتك، مالك، أولوياتك، إيه اللي تغير؟ والحقيقة جزء كبير جدا يقع على عاتقي أنا كخادم، هو أننا لم أقدم عبادة التغيير من خلال كلمة الله. وحتى انتقائنا للكلمة انتقاء المقاطع التأثيرية وليس التغييرية. ده موضوع كبير ومش مجاله دلوقتي. تعالوا مع بعض بعد الكلمتين اللي أنا بقولهم في كل حتة دول، ما أنا عندي 75 سنة فمن حقي بقى أقول، مش كده؟ يعني أمركم لله تستحملوا، يعني كمان المشاهدات والمشاهدين الجمال اللي بيتابعونا على القناة. تعالوا مع بعض نقرأ من كلمة ربنا من سفر الأعمال أصحاح 8 ابتداء من الآية 26. أعمال الرسل 8 ابتداء من الآية 26. أرجو أن نصغي لكلمة الله بانتباه. ثم إن ملاك الرب كلم في لبوس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح القدس لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة صيقة إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه، في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه؟ أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزلا كلاهما إلى الماء فيلبس والخصي فعمده. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما فيلبس فوجد في أشدود، وبينما هو مكتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. أبانا السماوي، نحن نؤمن ونثق أن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور، ونؤمن أن الروح القدس هو الذي صاغ كل كلمة في كلمة الله،
ونؤمن أن ذات الروح القدس هو الذي يستطيع أن يفصل ويفسر ويفتح أذهاننا لكي نعرف الكتب. تنازل إلينا في هذه الفرصة يا رب، في هذه الكنيسة، وتنازل إلينا من خلال هذه القناة وكل من يشاهد هذه الرسالة. افتح أذهاننا وقلوبنا وساعدنا، ونحن نتحدث عن هذه البشرى بيسوع، ساعدنا في عالم مضطرب مضطرم ممتلئ بالحروب والدماء والدمار أن يعرف أن لا سلام إلا في يسوع. نصلي هذا في شفاعة الروح القدس، ولك المجد، آمين. العنوان بتاعي هو عنوان النهضة، فبشره بيسوع. أحط عنوان ليه؟ ما هو العنوان حلو أوي، والعنوان من كلمة ربنا، فبشره بيسوع. وهل هناك من عنوان أفضل؟ وهل هناك من شخصية أجمل وأكمل من شخصية يسوع؟ وهل هناك من بشرى لعالم متعب منهك أكثر من بشرى يسوع؟ عايزين تعرفوا أكثر سؤال اتسألته خلال 50 سنة في حياتي؟ أكثر سؤال اتسألته خلال 50 سنة في حياتي هي، أنا مش عمري 50 سنة، لا أنا عمري 75، أنا بتكلم على عشان ما تفتكروش إن أنا أسيس نص لبة، لا أنا 75 سنة، لكن 50 سنة في الخدمة. تخرجت في كلية اللاهوت الإنجيلية بالعباسية عام 1974، ما تعدوش. فبشره بيسوع. أكثر سؤال سألته خلال 50 سنة، إزاي أعرف مشيئة ربنا في حياتي؟ إزاي أعرف مشيئة ربنا في حياتي؟ وأنا دايما بغير السؤال وأقول يمكن السؤال يكون أفضل، كيف أختبر مشيئة الله في حياتي؟ تعرف دي مرتبطة بدي، لكن تختبر دي مرتبطة بالحياة اليومية، بالعيشة والعشرة والكلمة المقدسة اللي بيقرأ البرنامج بتاعها الروح القدس. فالروح القدس لأنه هو الذي كتب الكلمة، هو الذي يستطيع أن يقرأ هذه الكلمة. الكمبيوتر اللي فيه كلمة ربنا يقرأ الروح القدس، لأنه هو الذي كتب هذه الكلمة، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. كل الكتاب هو موحى به من الله. إذا أردت أن تعرف إرادة الله عليك أن تختبر الله وأن تحيا معه وأن تقرأ كلمته باهتمام وأن تدرسها وأن تسمح للروح القدس أن يتحدث إليك. إيه لازمة المقدمة دي؟ المقدمة دي مهمة جداً، لأننا هنشوف نموذج طيب جدا لشخص مؤمن تقي اقتاده الروح القدس ليصنع الكثير. إذا كنت تريد في هذه الليلة أن يستخدمك الله، إذا أردت حياة متغيرة، لا مجرد التأثير، لا مجرد أن نكون خشبا على خشب، لكن إذا أردت أن تتغير إلى تلك الصورة عينها، فهذه الرسالة يمكن أن تكون فاصلة في حياتك. بالفعل عندي عديد من النقط، وأنا عايزكم تحفظوا النقط بتاعتي. أنا غالبية اللي بيحضروا عظاتي بيحفظوها، فأنا هسألكم في النص، خلي بالكم أنا ممكن أسأل أي واحد، فيعني اوعى تخلي بالك أنك أنت، وخصوصا لما ألاقي واحد كده أو واحدة مش بصص لي وبيفكر في العشاء بسأله على طول. إحنا عشان عليك يا رب. عندي كذا فكرة حابب أن أنا أفكر فيها معاكم. الفكرة الأولى هي فيلبس الذي بشر الخصي الحبشي بيسوع. فيلبس اسم له معنى. فيلبس اسم يعني محب للخيل، والاسم واضح جدا ان اسم يوناني. وكل السبعة الذين اختارهم الرسل لكي يخدموا الموائد كلهم اسماءهم يونانية. فيلبس اسم يعني محب للخيل. أنا عارف إن حضرتك جرجس وإن حضرتك ميري وزكريا وبطرس ورضا، ده مش قوي يعني، لكن المهم عبد المسيح طبعا وإلى آخره. فمش المهم الاسم، ما هو لك اسم أنك حي وأنت ميت، مش كده؟ فالفكرة مش في الاسم. ما احنا عندنا بعض أحيان واحد نسميه كريم والإتير المية ما تخرش من إيده،
وواحد يبقى اسمه نخلة وهو ما مش شايفينه من مش عارف، واحدة اسمها جميلة طبعا لازم تبقى جميلة يعني عشان ربنا يفوت الليلة على خير. لكن فيلبس اسم كان محب للخيل، اسم يوناني. ونشكر ربنا من أجل الكنيسة التي فتح أبوابها للكل، فتحت أبوابها لليوناني كما أنها فتحت أبوابها للروماني، كما أنها فتحت أبوابها لليهودي، كما أنها تفتح أبوابها للمصريين وللعرب وللأجانب ولكل الأديان. كان فيلبس أحد الشمامسة السبعة الذين اختارتهم الكنيسة. كانت الكنيسة اختارت سبعة لكي يخدموا موائد، لأنهم قالوا لا يجب أن الرسل يتركوا خدمة الكلمة وينتبهوا إلى خدمة الفقراء والمحتاجين. وأنا عايز أقول لكل خادم، اوعى ترتبك بالأعمال الإدارية شمال ويمين تضيع منك الرسالة الروحية. درب وكلف الآخرين وتابعهم، لأنك لو انشغلت بالأمور الروحية صاحب بالين كذاب. ده مش في الكتاب المقدس، لكن هي الأولوية، اطلبوا أولا، مش كده؟ عشان كده أنا عايز أقول الرسل كان عندهم حكمة، لو أنهم التفتوا للأمور الإدارية والرعاية بالفقراء، وهذا أمر واجب وضروري، ما كانت الرسالة وصلت إلينا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. لذلك لم يكتفي فيلبس بخدمة الموائد، لكنه التفت إلى خدمة الكلمة. كان علمانيا، وأنا بكره كلمة علماني، لأن أنا ما عنديش في كنيستي الإنجيلية إكليروس، ما عنديش أنا إكليروس وعندي علماني، أنا عندي كل شعب الرب ملوك وكهنة، مش كده؟ مش هو جعلنا إيه؟ مش كده ولا إيه رأي حضرتك؟ هو كده، هو اختارنا وجعلنا ملوك وكهنة لله أبي. لذلك كان فيلبس لم يكن مرتسما، ده في غير فيلبس اللي من ضمن جماعة التلاميذ الاثنى عشر، ده واحد من ضمن السبعة اللي اختاروهم علشان يخدموا إيه؟ يخدموا إيه؟ الأكل والشرب، يخدموا موائد، يخدموا الفقراء، يخدموا المحتاجين. لكنه لم يكتفي بهذه الخدمة، وضع خدمة البشارة بالإنجيل أولوية. لم يكن متفرغاً للخدمة، لكنه فرغ نفسه لهذه الخدمة. الإصحاح سبعة من سفر أعمال الرسل نلتقي باستشهاد استفانوس، واستفانوس كان واحد من هؤلاء السبعة. لكن تفتكروا هل عندما يرى فيلبس استفانوس يستشهد ويرجم هل يمكن أن يتراجع؟ ده احنا شوية حر يمنعونا من ان احنا نيجي، مش كده؟ ضيف ضب طب علينا البيت يمنعنا من ان احنا نيجي. لكن استشهاد استفانوس لم يجعل فيلبس يتراجع عن خدمة الكلمة، بل على العكس، اضطهاد الكنيسة دائما ما يستخدمه الرب للبركة. وأنا أخشى على الكنيسة من أوقات الراحة إذا لم تستثمر بالصورة المطلوبة لمجد الله. يقول لنا الكتاب في سفر أعمال الرسل أصحاح 8 الآية 4، فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. أنا أدعوكم كخدام للرب في كل مكان، استثمروا فرصة الصعوبات والاضطهادات التي تحدث في بعض البلاد التي لا تؤمن بحرية العبادة أو تنادي بحرية العبادة دون أن تؤمن بها. من فضلكم استثمروا المتاعب والمصاعب لكي توصلوا كلمة الله بالاستقامة. بعد 6 سنوات في أورشليم، ظل الرسل في مدينة أورشليم، أتى الاضطهاد وانطلق الذين تشتتوا مبشرين بالكلمة، وكان من بين الذين تشتتوا فيلبس. وعندما تشتت فيلبس ما كانش بيدور على أكل ومرعى وقلة صنعة، لكنه كان مهتما بالبشارة. كانت البشارة إذن في فيلبس أولوية. لذلك أطلق عليه تعبير جميل جدا هنقراه مع بعض في أعمال 21 الآية 8، يطلق عليه لقب جميل جدا، يطلق عليه فيلبس المبشر.
فيلبس المبشر، ده التعبير اللي اللقب بتاعه. انا مانيش دكتور على فكره، انا ما كملتش تعليمي، انا القسيس رضا عدلي ونقطه. فلكن وفيلبس كان اللقب بتاعه مبشر. اقراوا من فضلكم معايا اعمال 21 الايه 8. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا الى قيصريه، فدخلنا بيت فيلبس المبشر. فيلبس الايه؟ فيلبس الايه؟ دخلنا بولس واللي معاه دخلوا بيت فيلبس، اذ كان واحدا من السبعه، واقمنا عنده. شوفوا البيت بتاع المبشر ده شكله ايه. يقول الكتاب في الايه 19 من نفس الاصحاح اعمال 21 الايه 9، وكان لهذا اربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. يبقى النهارده الراجل مبشر وبيته كمان بيتنبأوا بيت للخدمه. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه القصه والحكايه والسيمفونيه والكانتاتا والكونشورتو والاوراتوريو اللي ما حصلتش؟ ده هو مبشر وعنده اربع، طبعا كان الله في عونه وعنده اربع بنات يعني، بس دول هيجيبوا اربع مؤمنين تانيين يعني، خلي بالكم مكسب، لان ما فيش فرق النهارده ما بين الولد وما بين البنت. الاربعه كنا يتنبأنا. خلي بالك النهارده ابناء الخدام اما ان يكونوا اكبر بركه او ان يكونوا اكبر معوق. زمان كان بعض الخدام من الاباء يقولوا ان الاسوس لما بيطلعوا شياطين من عيال غيرهم بتخش في عيالهم. انا ما طبعا ما مش ما يعني الكلام مجرد مسحه يعني ضحكه يعني، ويقصد منه ابائنا كان يقصدوا انه على الخدام ان انتبهوا وانتم تهتموا بخدمه الغير بخدمه الكلمه، ان اهتموا باولادكم. والبيت في هذه الايام مهاجم، ابناء عالي الكاهن حفني وفينحاس، ده اسمهم كده ان شاء الله عشان تنطقوه صح، حفني وفينحاس. الرب ضربهم لأنهم كانوا أشرار جدا لدى الرب. حتى صموئيل ابناء صموئيل بعد ما شاخ في الأيام، كما نقرأ في صموئيل الأول أصحاح 8، شاخ في الأيام رغم أن صموئيل كان آخر القضاة وأول الأنبياء، لكن ولداه بكل أسف انحرفا عن الرب. أصلي من كل القلب أن كل واحد فينا يراجع نفسه. أنا أراجع نفسي. لو رجع التاريخ بي 50 سنة ورا لأعطيت لأسرتي وقتا مضاعفا عن الوقت الذي أعطيته لهم. وأنا إذا كنت نادم على شيء فأنا نادم لأني لم أعطي لبيتي الوقت الكافي. وأصلي من كل القلب أن نعتني بأهل خاصتنا أولا حتى نستطيع أن نعتني ببيت الله. فيلبس المبشر، ورغم أن المسؤولية مسؤولية أن احنا نخبر، اذهب خبر بكم صنع الرب بك ورحمك، مسؤولية لكل المؤمنين في كل مكان، البرص يروح يقوله والأعمى يروح يقول وإلى آخره، إلا أنني أحترم كلمة الله أضعها على رأسي وفي قلبي. يقول الكتاب في سفر في رسالة أفسس أصحاح 4، انتبه من فضلك إلى أفسس 4، شاهد جميل جدا رائع جدا. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. الاثنين في وظيفة واحدة، مسؤوليتين في وظيفة واحدة. الراعي يجب أن يكون معلم، ولا يشترط أن المعلم يكون راعيا. Two duties in one office، مسؤوليتين في وظيفة واحدة. ويجب على الراعي أن لا يهمل تعليم الكلمة، ويجب أن لا يهمل وهو يعلم أن يهمل رعايته ورعايته أيضا. أعطى البعض أن يكونوا رسلا. أنا دايما كل ما بقرأ الآية دي أقول أكيد ربنا له قصد في ترتيب الحاجات دي. أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء، ويحط المبشرين قبل رعاة ومعلمين. زمان في لما طلعت من 50 سنة وأكثر كان المبشر هو الشخص اللي يعني يمكن ما كملش دراسته في اللاهوت فنقول فلان المبشر، أو ما درسش لاهوت المبشر فلان المبشر كان المبشر فلان.
يعني لسه ما 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 ما, ما, ما ينك... لا لا هنا الكتاب بيحط المبشر له مكانه قبل الايه؟ قبل الايه؟ اقروا قبل الايه؟ ما هو بصوا للكتاب، انتوا عيبكم انكم تعودتوا انكم ما تبصوش للنص الكتابي، قبل الايه؟ قبل الرعاة والمعلمين. فيلبس المبشر يستخدمه الرب بقوة في السامرة، كان من بين الذين تشتتوا. اقروا فضلكم معايا أعمال 8 ابتداء من الآية 5، أعمال 8 ابتداء من الآية 5، فيلبس كان واحد من الذين تشتتوا، أعمال 8:5 يقول الكتاب: فانحضر فيلبس إلى مدينة من السامرة. حط خط من فضلك تحت السامرة، مش حضرتك أنت مش هتقدري تحطي خط تحت كلمة السامرة، لكن حط خط في ذهنك يعني. انحضر إلى مدينة من السامرة وكان إيه؟ يا جماعة أنتوا بص انت لعلك تقرأ ما وضع أمامك على الشاشة. بالضبط. وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات. يبقى كان بيكرز وكان بيصنع إيه؟ كان بيصنع الآيات التي صنعها. وبعدين الآية 7: لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا. يبقى كمان كان عنده شفاء. أوكي. فكان فرح عظيم في تلك المدينة، ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. الرب استخدم إذن فيلبس. عشان كده أنا عايز أقول لكل واحد عنده مسؤولية اجتماعية في الكنيسة، عنده مسؤولية إدارية في الكنيسة، عنده مسؤولية تربوية في الكنيسة، تنظيمية في الكنيسة، لتكن الكرازة أولوية. إن الكرازة هي حياة الكنيسة، والكنيسة بلا كرازة لا مستقبل لها على الإطلاق. وهناك أراضي كثيرة للامتلاك. السامرة، انحدر إلى السامرة. الرب قال روح السامرة. السامرة، السامرة، السامرة بالذات كان في عداء بين اليهود والإيه؟ والسامريين، لأن اليهود لا يعاملون السامريين. لكن النهاردة الرب بعد ما عطى الوعد المبارك في أعمال 1:8 يقول إيه في أعمال 1: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. فين؟ قولوا فضلكم معايا فين؟ في أورشليم وإيه؟ وكل اليهودية وإيه؟ والسامرة وإلى أقصى. أما أنا عايز أقف عند إيه؟ ما المطلوب السامرة، المطلوب السامرة والسامرة وإلى أقصى الأرض. فكان النهاردة إتمام لإرسالية شخص الرب يسوع. ودي احنا بنشوف فيلبس بيحصد ما زرعه شخص الرب يسوع عندما التقى شخص الرب يسوع بالإيه؟ برافو عليكم، بالمرأة السامرية كما نقرأ في يوحنا 4. فالرب يسوع زرع وفيلبس يحصد، ونحن ندخل على تعب آخرين، هم تعبوا ونحن قد دخلنا على تعبهم بالفعل. فيلبس عندما يذهب إلى السامرة يكسر حواجز كثيرة. زي ما احنا قلنا الرب يسوع لما قوم التلاميذ استغربوا لأن اليهود لا يعاملون السامريين، لأنه كان بيكلم المرأة السامرية، ولأنه كان بيكلم امرأة، وكان بيكلم امرأة خاطئة. هنا فيلبس بيكسر العديد من الحواجز كسيده، كسر الحواجز بين الرجل والمرأة، بين اليهود والأمم، وبين السامريين بالذات. تكونون لي شهودا في السامرة. عايز أسألك سؤال، اسمع لي من فضلك، ما هي المنطقة أو المجموعة أو البشر أو الفئة التي تظن أنها الأصعب في أن تكرز لهم؟ أنا أعتقد أنه كان بالنسبة لليهود العداء مع السامريين كان ربما من أصعب المناطق التي يمكن أن يكرز إنسان لهم. لكن عايز أبشركم، لا يوجد صعب عند كلمة الله. إن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس. عيبنا أننا لا نحسن تقديم الكلمة، عيبنا أننا نقدم أنفسنا دون أن نقدم إلهنا، عيبنا أن منابرنا أصبحت ملك لنا لا ملك لسيدنا، له كل المجد. والرب يسوع أعطانا وصية أن اذهبوا إلى نصف العالم،
اذهبوا إلى العالم المسيحي. اذهبوا إلى إيه؟ أنتوا عارفين طبعاً الرجل بيخرف طبعاً. فاذهبوا إلى إيه؟ أنت متأكدين من الحكاية دي؟ ولأن التلاميذ صدقوا دعوة الرب وصلوا إلى العالم أجمع. مشكلتنا أننا لا نصدقه. لو أننا صدقناه لفعلنا ما فعله نفر قليل من الناس بلا إمكانات ولا إرساليات ولا مباني كنائس ولا إنترنت ولا قطارات ولا طائرات ولا سيارات ولا مليارات من الدولارات أو الجنيهات، لأنهم صدقوا كلمة الله. نحن ندعي أننا نصدقها لكننا لا نحيا بها. عندما أتى المسيح إلى نهاية حياته الأرضية قال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا إيش؟ لا مش سامع. جميع الإيه؟ اليهود يعني؟ لا لا، إحنا عندنا تعصب، لكن المسيح يكسر التعصب بالمحبة، يكسر التعصب بالإنجيل، يكسر التعصب بصليب المسيح، بالمحبة فائقة المعرفة التي تتجاوز الحدود والقيود والسدود. تلمذوا جميع الأمم. إحنا النهاردة عندنا تلمذوا في الكنيسة. الرب نرى الرب يقود فيلبس إلى مكان وزمان الخدمة. الآية 26 من أعمال 8. أعمال 26 الآية 8 يقول الكتاب، بنشوف الرب إزاي بيقود فيلبس إلى مكان الخدمة، إلى المكان الذي يبشر به. أعمال 8:26 يقول ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. هي كان في اثنين غزة، غزة قديمة وأخربت عام 93 قبل الميلاد فصارت برية، وغزة جديدة بنيت عام 57 قبل الميلاد، بعدها ب 37 سنة حاجة زي كده. كان يمر بها نصف تجارة العالم كله. يبقى في عندنا غزة برية وفي غزة المدينة. من أجل ذلك أتى الصوت إلى فيلبس، ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم، ليس إلى مدينة غزة الجديدة لكن إلى برية، إلى غزة القديمة التي أخربت ولم تعمر في وقتها. قال الرب لفيلبس روح 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 لبرية، روح لغزة التي هي برية. أشكرك يا رب من كل القلب لأن الكارز، لأن المبشر، لأن المؤمن يستطيع أن يميز صوت الله كما يقول المسيح خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. لذلك علينا أن نستمع لصوت السيد وهو يقول من أرسل ومن يذهب من أجلنا. لذا الرب يحدد إلى أين نذهب وإلى من نذهب. وهناك منطق الإغراء، النهضة. كان في نهضة في السامرة مش كده، وشفنا كان في ناس بتعرف الرب مش كده، وكان في آيات بتجرى مش كده، وكان في شفاءات بتجرى مش كده، وكان في ناس بيعتمدوا مش كده. لكن يجي الرب يقول له ايه؟ سيب النهضة وروح الى برية. هناك منطق إغراءات العدد، ونحن في مرات كثيرة نصبح عبيدا للعدد، لأن العدد يعطينا شهرة، والعدد يعطينا حيثية، والعدد يعطينا مؤشر للنجاح، لكن وهذا صحيح لكن ليس دائما. فالرب يقول لفيلبس سيب النهضة اللي في السامرة واذهب إلى طريق برية عند غزة. أنا أسأل كل واحد فينا، هل أنت في المكان الصحيح الذي يريده الرب لك؟ فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ، اسمع من فضلك اسمع، عندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون صاحب المكان معطل والمكان الصحيح فارغ. فاهمين؟ واضحة الفكرة ولا سرحان؟
عندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون صاحب المكان معطل ومكانه الصحيح فارغ. اسأل نفسك، هي ورث؟ مرات كتيرة بتبقى الخدمة دي بتاعتي بقى ومحدش يقرب منها. اسأل نفسك، هل أنا في المكان الصحيح أم لا؟ هل هذه إرادة الرب لي اليوم أم لا؟ ماذا يريد مني الرب بالفعل؟ من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ بولس كان على يقين، كما نقرأ في أعمال 16، كان على يقين من ترتيب الرب له عندما قصد، كما نقرأ في الآية 6 أعمال 16:6، أنهم اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس. هم كانوا هيروحوا يلعبوا ماتش كرة في نهائي أبطال أوروبا بتاع بكرة، هم نهائي أبطال أوروبا بكرة، كانوا رايحين يلعبوا ولا كانوا رايحين يعملوا إيه؟ كانوا رايحين يبشروا، مش كده؟ لكن إيه اللي حصل؟ الروح القدس قال لهم أمين، قال لهم إيه؟ منعهم الروح القدس. ليس كل باب مفتوح هو إرادة الرب، وليس كل باب مغلق هو إغلاق لإرادة الرب. يقول لنا الكتاب في الآية 7 أعمال 16 الآية 7، فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح. الروح القدس ممكن يقفل باب للكراسة؟ ممكن، لأنه سيذهب آخر، وعندما تذهب أنت سيصبح مكانك الصحيح فارغ وصاحب المكان إيه؟ معطل. يقول الكتاب فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونية وأعنا. فلما رأى الرؤية للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية، طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. فيلبس خضع لدعوة الرب، ترك النهضة. أنا نفسي بسأل روحي، لو أنا موجود في نهضة والناس بتقبل المسيح ومملي المكان وفي ثمار وفي معجزات ماشي، وربنا يجي يقول لي اقفل الباب ده وروح حتة تانية، مين فينا يجرؤ إن يقول ببساطة حاضر؟ ده يمكن كل واحد فينا يقول ايه؟ ده انا ما صدقت، بدأت تنقط، اسيبها؟ واسيبها لمين؟ واسيبها ازاي؟ ومين اللي هيجي بعدي؟ ومين اللي هيقدر الحكاية دي كلها؟ لا اسيبها؟ انت بتهزر ولا ايه؟ ربنا ما عندوش هزار. الله يدعو عاموس من يهوذا من المملكة الجنوبية لكي يذهب إلى إسرائيل في المملكة الشمالية. الله يدعو يونان لكي يذهب إلى ترشيش، إن راح لكي يذهب إلى نينوى، إن راح لترشيش يبقى مكانه الصحيح فاضي مش كده، وياخد فوق دماغه مش كده، أيوة ياخد فوق دماغه. عشان كده علينا كل واحد فينا أن يسأل نفسه، يا ترى هل أنا في المكان الصحيح ولا أنا في المكان المريح؟ اسأل نفسك. المكان المريح مش غلط، لكن يبقى غلط لما ما بقاش ده مشيئة ربنا لحياتك. الرب يقودنا لمن نذهب، عشان كده يقول له في آية 29 من أعمال 8 تبعا، يقول له فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة. مش بس يقول لنا نروح فين؟ في غزة التي هي برية، لكن كمان يقول لنا نروح لإيه؟ لمين؟ مش يودينا بس غزة، لكن يودينا كمان التي هي برية، لكن يودينا لمين؟ لمين في برية؟ ده أنا لو منه، لو من فيلبس أقول أسيب سامير النهضة واروح لبريه؟ ليه انا مجنون؟
ما أكيد في حاجة غلط، أكيد أنا سمعت غلط، أكيد دي حرب من إبليس، أكيد ده تشويش على عمل ربنا. وخدوا عندكم، أنا عندي عناوين كثيرة ممكن أسلفكم شوية، لكن النهاردة الرب اللي قال في وقت من الأوقات إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى قرية للسامريين لا تذهبوا، ده جه الوقت اللي يقول له روح للسامرة، وبعد السامرة يقول له روح لفين؟ لغزة، لبرية. هو اللي بيقول أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. هو اللي يؤمر حنانية، واسمه كده حنانية إن شاء الله، بالذهاب إلى شاول الترصوصي. هو يقول له في أعمال 9 الآية 13، حنانية يقول له يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم. أعمال 9 الآية 14، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. شوفوا الكلام الجاي الحلو ده، أنا عايزك تروح للشخص ده بالذات. أعمال 9 15، فقال له الرب إيه؟ ثيروا مع فضلكم معايا العدد الحلو ده، ثيروا مع فضلكم معايا العدد ده، يقول ايه؟ فقال له الرب ايه؟ اذهب لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل، لاني ساري كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. عايز اطلع بحاجه بسيطه صغيره، درس صغير كده في أهمية العمل الفردي. كان في نهضة في السامرة، نهضة ده يعني عدد ولا شخص واحد؟ عدد كبير، مش كده؟ لكن النهاردة الرب عايز يعلمنا درس في أهمية العمل الفردي. يمكن ما تقدرش توعظ، يمكن ما تقدرش ترنم زي أخونا زكريا وأختنا سارة، يمكن ما تقدرش، يمكن ما تقدرش يبقى عندك رؤية كبيرة زي الأسيس بطرس مثلا، يمكن ما تقدرش أو أكيد ما تقدرش. لكن النهاردة مين فينا ما يقدرش يسمع كلام المسيح اذهب خبر بكم صنع الرب بك ورحمك. فيلبس كان بيهتم بالعمل الفردي. المعمدان يوحنا المعمدان قاد أندراوس للمسيح، وأندراوس وجد أولا أخاه سمعان بطرس فرابحوا للمسيح. فيلبس طبعا واحد من الرسل وجد نثنائيل والمسيح، وجد نقوديموس ومتى ويعقوب ويوحنا وبقية التلاميذ والسامرية وزكى والترصوصي. دي المودي الواعظ المشهور اللي ربح كما يختصر حياته مليون شخص للمسيح. شخص واحد ربحه للمسيح. وأنا كل مرة أتحدث عن مودي أنسى من هو اسم هذا الشخص الذي ربح دي المودي للمسيح. العمل الفردي. أنا لا أنسى أما جلست معي في ليلة من الليالي وتحدثت معي عن المسيح وربحتني للمسيح، طنط أليس فريد. لذلك أنا أقول العمل الفردي هام جداً. تعالوا ندرب كنائسنا على العمل الفردي، تعالوا نعمل نهضة تدريبية للناس كيف تحدث الآخرين عن المسيح، كيف تربح واحد للمسيح. نديهم تدريب، عندي التدريب يمكن لا يقل في الأهمية عن نهضة الوعظ بالكلمة. وفي لبس نرى بعد ذلك في أعمال 8:39، بعد أن التقى بالخصي الحبشي يعلن الكتاب هذه الكلمة، بصوا من فضلكم عشان تعجبوا بفيلبس، أرجوكم أن تقعوا في حب فيلبس سواء كنتم رجالا أم نساء، ما عنديش مانع أنكم تقعوا في حب فيلبس. يعلن الكتاب في أعمال 8:39، خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي. والآية 40، بصوا على الآية 40، بحلق من فضلك في الآية 40، وأما فيلبس فوجد في أشدود وبينما هو مكتاز كان بيعمل إيه؟ المبشر يبشر، وبينما هو مكتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. ولما بولس واللي معاه راحوا قيصرية نزلوا بيته، بيت فيلبس الإيه؟ بيت فيلبس المبشر. عايز أخذ الكلمة التانية، وبصراحة أنا مجهز ثلاث كلمات تانية مش هاخدها، دي في النهضة اللي جاية إن شاء الله.
عايز أتكلم عن الخصي الذي بشره فيلبس بيسوع. كل اللي فات ده كان عن فيلبس الذي بشر الخصي الحبشي بيسوع. ودلوقتي خلينا ننتقل مش إلى إذاعة خارجية، لكن ننتقل إلى نقطة داخلية في الموضوع، ونتحدث عن الخصي الذي بشره فيلبس بيسوع، الخصي الحبشي. أعمال 8:27، بص من فضلك معايا. فقام وذهب. مين اللي قام وذهب؟ مين اللي قام وذهب؟ فيلبس إن شاء الله. ما دي حاجة بسيطة بس يعني عشان نعرف إذا كنا مركزين ولا نايمين. ماشي. فقام وذهب، وإذا رجل إيه؟ حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها. فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. مش أشعياء، إشعياء. سفر عيب أو إن إحنا سفر بأكمله نقراه غلط، اسم الاسم السفر. ماشي. الحقيقة كان الأحباش بينظر إليهم على أنهم أقل من فئات كثيرة من الأجناس. فلان يقول لك حبشي، طبعا الحبشة دلوقتي لها كل احترام وتقدير، لكن زمان يمكن كانت جزء من النوبة. وكان بينظر إليهم على أنهم يمكن أقل شوية مرتبة من كثيرين. لكن هذا الخصي الحبشي قطع 1800 كيلو لكي يذهب إلى أورشليم. قطع قد إيه؟ كم كيلو؟ مش كيلو لحمة، لا، عشان بس تبقوا عارفين يعني. قطع كم كيلو؟ 1800 كيلو متر علشان خاطر يروح لأورشليم، من الحبشة يروح لأورشليم. أنا ما أعرفش أنت جاي منين وفاكر أنك أنت قطع مشوار واخد توك توك رايح جاي، فعمل لي شغلانة في الموضوع وهنروح وهنيجي وهنعمل. لا، ده قطع 1000، وما كانش كمان فيه لا توك توك ولا غيره، ده مركبة بتجرها خيل، مش كده ولا ايه رأيكم؟ لكن كمان لازم اشوف ان الخصي الحبشي كان عنده شوق. احنا بنقول بشوق وحنين وبصبر سنين، مش كده برضو يا اخي زكريا؟ بس وريني الشوق. ما هو سهل قوي تكلمني عن الشوق، اسمع كلامك اصدقك. كان عنده شوق، والشوق ده ظهر. وريني أعمالك، وريني حياتك، وريني هتتصرف إزاي. متدين. أعتقد أنه يمكن كمان ملكة سبأ اللي جت من الحبشة، جت في ملوك الأول 10 كما نقرأ، يمكن كان لها تأثير، ويمكن كان في كمان مجموعة من اليهود الحبشيين موجودين هناك في الحبشة. كان متدين وكان باحث عن الحق. أنا عايز أقول جملة، إذا أردت أن تبحث عن الحق فابحث في الكتاب الحق. إذا أردت أن تبحث عن الحق فتعال للمسيح الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. كان متدينا وكان باحثا عن الحق وكان يبحث عن الحق في كلمة الله. ما أجمل أن نرى الشخص وهو يبحث عن الحق، يبحث في الكتاب الذي يتحدث عن الحق. النهاردة خلوا بالكم في اتجاه للصوفية، بيقول النهاردة الصوفية إيه؟ إن الوصول لربنا ده زي ربنا على رأس جبل، وكلنا ده ماشي كده وده 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 ماشي كده، وكلنا في النهاية هنوصل لإيه؟ غلط. لأن المسيح حدد الحكاية وقال ليس أحد يأتي إلى الآب إلا، أسمعها منكم، ها، أنا عايز شهادة من هذه الكنيسة، أنا هو إيه؟ أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الصوفية ليست في المسيحية في شيء، الصوفية تبدأ من داخل الإنسان، بينما المسيحية تبدأ من الله هو الذي أتى إلى الإنسان، لأن الإنسان ميت بالذنوب والخطايا، فاسد. كان بيعمل إيه الرجل الخصي الحبشي ده وهو قاعد في المركبة بتاعته؟ قولوا لي كده، كان بيعمل إيه؟ كان بيقرأ ميكي، تنتان، سمير،
كان بيقرأ بيشوف مواقع إباحية على الإنترنت، كان بيرد على الأصدقاء والأحباء وبيعمل لايكات، كان بيعمل كان ماذا كان يفعل الخصي الحبشي وهو في الطريق؟ ماذا كان يفعل؟ واحد، كانت كلمة الله معه، مش كده؟ وبعدين نمرة اثنين، كان يقرأ كلمة الله. نمرة ثلاثة، كان يقرأ كلمة الله بصوت مسموع، لأن في لب سمعه وهو يقرأ كلمة الله. أربعة، كان يقرأ كلمة الله وهو يريد أن يفهم هذه الكلمة. طبعا كل واحدة من دول نقطة العظة، بس أنا مش فاضي الليلة، عايز أرجع القاهرة بعد ما خلص الخدمة بتاعتي بالذات على طول. أنا عايز أسجل إعجابي لما يقول الكتاب في أعمال 8 الآية 30، فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء. سمعه. يا رب أشكرك، أشكرك، أشكرك من شخص حمل كلمة الله معه في وقت الحكاية ما كانتش سهلة، مش كده؟ يعني ده كانت أكيد رقوق، وكانت كتابات ثقيلة وكبيرة وضخمة، مش ورق، ها؟ ما كانش لسه طباعة جوتنبرج ظهرت على السطح. يا ترى أنت بتحمل كلمة الله معك؟ الذي يحمل كلمة الله تحمله كلمة الله، الذي يقف إلى جوار كلمة الله تقف كلمة الله إلى جواره، الذي يترك الكلمة لا يستغرب إذا ترك رب هذه الكلمة. وزير لكنداكا، مش كنداكا، وزير لكنداكا ملكة الحبشة. كنداكا كلمة زي بالضبط أمير أو إمبراطور أو شاه، فكنداكا لقب، كنداكا ملكة الحبشة، ملكة كنداكا لقب، لقب زي ما نقول الرئيس، زي ما نقول الزعيم، زي ما نقول الشاه، زي ما نقول الإمبراطور، زي ما نقول الملك. كنداكا لقب، مش مهم الحكاية، لكن المهم إنه كان وزير لملكة الحبشة، ويقول عنه الكتاب إنه كان مسؤول عن كل الفلوس بتاعتها. يقول كان وزير لكنداكا ملكة الحبشة، كان على جميع خزائنها. 8:27، يعني شخص عنده مركز ولا ما عندوش؟ عنده. وشخص أكيد عنده فلوس، مش كده؟ وشخص أكيد عنده سلطة، مش كده؟ لكن كل دول ينفعوا؟ كل دول يغنوا؟ كل دول يشفعوا؟ أبدا. سليمان في كل مجده ما كانش يلبس كواحدة من الحاجات اللي ربنا عاملها بالطبيعة. سليمان بعد ما اقتنى الحكمة والغنى والمركز والفلسفة وعمل الإنجازات، ما هي الكلمة التي تلخص سفر الجامعة؟ هي كلمة واحدة، أنا مش عايز كلمتين. هي كلمة إيه؟ باطل، باطل. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ أيها الإنسان مهلا أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند، لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو عطاء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب. الخصي الحبشي عنده أسئلة، عشان كده بادر إليه فيلبس الآية 30 وسمعه يقرأ النبي إشعياء فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ. مدخل جميل جدا في العمل الفردي، هو سؤال عن طلب إذا كان هناك احتياج، بدل ما تنزل كده زي الأضل مستعجل على الشخص، لا هو سأله، مش كده؟ ألعلك تفهم. وكان الخصي الحبشي كان راجل أمين،
بيدور على الحق، واللي بيدور على الحق يجب أن يذهب إلى كلمة الحق، إلى الكتاب المقدس. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك. قال له: كيف يمكنني، آسف، الآية 31، كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد، إن لم يرشدني أحد. وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه، وابتدى يسأله في الآية 34. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ الخصي الحبشي عنده أسئلة. كان شخص غبي؟ لا. كان شخص بدون مركز؟ لا، كان عنده مركز، لكن كان عنده أسئلة. وأنا عايز أقول لك، الرب بيرحب بأسئلتك، الرب يرحب بأسئلتك. هحط جملة: الرب ليس مسؤولا عن إجابة كل سؤال نطرحه، هو حر يجيب إذا رغب. أسألكم سؤال، الناس اللي بيدرسوا الكتاب المقدس، أيوب سأل أسئلة للرب ولا لا؟ الرب جاوبه على أي سؤال؟ لا، ده الرب تحول إلى سائل. فالرب صاحب السلطان، اوعوا تفتكروا أن الرب لازم يجاوب، لا، الرب له طرقه وله وقته، هو صاحب السلطان. مش أنت تسأله هو لازم يجاوب، لا، من أنت أيها الإنسان؟ يمكن عندك تساؤلات، يمكن عندك تساؤلات زي ما إسحاق سأل إبراهيم: هو ذا النار والحطب، لكن أين الخروف للمحرقة؟ يمكن تسأل سؤال أيوب: إن مات رجل أفيحيا؟ يمكن تسأل سؤال حبقوق، مش حبقوق، حبقوق: لماذا تصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ يمكن تسأل سؤال نقوديموس: كيف يولد الإنسان وهو شيخ؟ يمكن تسأل سؤال الشاب الغني: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يمكن تسأل سؤال الطرسوسي: ماذا ينبغي أن أفعل لكي؟ لا، ده كان سجان فيليبي، ماشي. ما بعد، يمكن تسأل سؤال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ يمكن تسأل سؤال: لماذا يا رب تنساني كل النسيان؟ يمكن عندك سؤال عن الثالوث القدوس، يمكن عندك سؤال عن الصليب، هل صلب المسيح أم لا؟ يمكن تسأل، عندك سؤال عن ما معنى أن المسيح هو ابن الله. الله عنده الإجابات، وهو يجيب بطريقته وفي وقته، وهو غير مرغم، لكن عنده طريقة. فعندما يظهر الله نفسه لأيوب، إظهار الله نفسه لأيوب يكفي عن كل إجابة، لكي يأتي أيوب في النهاية ويقول خلاصة السفر: بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عيني. وعندما يرى أيوب الله تكون هذه أوضح إجابة. والله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، فبشره بيسوع. ختام العظة: فبشره بيسوع. من هذا الكتاب بشره بيسوع، من سفر إشعياء بشره بيسوع. وسفر إشعياء ليس فقط يتحدث عن هذا المقطع في إشعياء 53 كما استمعنا، لكن إشعياء يتحدث عن ميلاد يسوع. هو ذا السيد يعطيكم نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا، ويدعو اسمه عمانوئيل، هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى. اسمه عجيب، مشير، إله قدير، أبا أبديا، رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. يتحدث عن ميلاده، يتحدث عن صلبه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزيها. وطبعا اختلاف النص في أعمال 8 عن النص اللي موجود في إشعياء 53 يرجع إلى أن الخصي الحبشي كان يقرأ من الترجمة السبعينية المتداولة، ترجمة العهد القديم، من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية المنتشرة في ذلك الوقت، والتي تمت عام 250 قبل الميلاد.
وده الفرق في الاختلاف ما بين النص اللي موجود في إشعياء 53 والنص اللي موجود في أعمال 8، لكن المعنى واحد. المسيح هو الشاة، المسيح هو الذي في ودعته تذلل ولم يفتح فاه، المسيح هو الذي حوكم ظلما، المسيح هو الذي أخذ مكاني ومكانك على عود الصليب، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. انظروا أية محبة، ليس لأحد حب أعظم من هذا. رددوا من فضلكم مع يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لذلك عندما استمع الخصي لشرح فيلبس عن المسيح الذي ولد وعاش وعلم أعظم التعاليم التي نتحدى بها كل تعاليم الدنيا وبرهن على صدق أقواله بأفعاله وحياته وصلب ومات ودفن، وكما أقام الموت بحياته فيهم أقام نفسه بحياته في ذاته، فكما أقام الآخرين لكي يثبت أنه رب الحياة أقام نفسه لكي يبرهن أنه حياة الحياة، لأنه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. لذلك آمن الخصي الحبشي بأن يسوع المسيح هو ابن الله. والحديث عن ابن الله حديث مطول شيق جميل رائع، لكنني أشكر إلهي من كل القلب لأجل النعمة الغنية التي فتحت عيني وبصيرة هذا الخصي، فقال له فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فعمده. ونشكر الله من كل القلب من أجل هذه المعمودية، إنها لا إزالة وسخ الجسد أبدا، لكنها سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فالمعمودية ليست مجرد مياه، لكنها دفن مع المسيح، لكنها قيامة مع المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي أقمتم أيضا فيها معه بإيمان عمل الله إذ أقامه من الأموات. أصلي من كل القلب أن نحمل للعالم هذه البشرة. يسوع يخلص، مكتوب عنه فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين، ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. له المجد في كلمته، له المجد في كنيسته، له المجد في يسوع المسيح إلى جميع أجيال دهر الدهور هنا والآن. وليقل شعب الرب آمين. أخونا زكريا تفضل. تفضل. فبشره بيسوع. يلا مع بعض نقف كلنا واحنا بنعلن هذه الإعلانات اللي النهاردة الرب كلمنا بيها. وهذا الإعلان الموجود زي ما النهاردة سمعنا في سفر إشعياء: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتير. يلا قولوا معايا: يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا،
أبا أبديا رئيس السلام. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير، يا أبا أبديا، يا أبا أبديا. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا. يا عجيب، وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع رايه انجيلك. ليك المجد مره تانيه، ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور اراضينا. يا عجيب، وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع رايه انجيلك. يا عجيب يا عجيب، يا مشير يا إله يا قدير، يا أبا أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب، يا مشير يا إله يا قدير، يا أبا أبدي يا رئيس السلام. اعلنوا معايا، انت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقة بتردد. يا انت مشتهى الامم، فيك الامن والنعم، ليك الحب والنغم. انت الله، انت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقه بتردد. يا عجيب، انت مشتهى الامم، فيك الامن والنعم، ليك الحب والنغم. انت الله المتجسد والمسيح المتمجد، نشهد عنه.